ابتسام شكري، مؤسسة مدرسة كيدزمانيا. بحكم تجربتنا في الميدان، احنا كنا كنعتمدوا على البيداغوجي ديال اللعب. دونك الاطفال كيجيو كيلعبوا في المدرسه، ولكن كيتعلموا من خلال اللعب. فاحسن طريقه للاطفال باش كيتعلموا وكيكونوا مرتاحين في التعلم ديالهم. والخصوصيه الثانيه ديال كيدزمانيا انه التعليم كيكون بثلاث لغات: اللغه العربيه لانها مهمه بالنسبه ليدونتيتي دونك ديال الشخص، والفرنسيه والانجليزيه. فدرنا شراكه مع فنلندوي لانه فنلندوي من بين الشركاء اللي عندهم تجربه جد مهمه في الميدان. عندهم مختبرات في الجامعات بهلسنكي، كيعملوا فيها دونك عده دراسات على الاطفال، وكيشوفوا شنو هي المنهجيه المهمه للاطفال، وكيف يكون تنميه الاطفال والتعامل معهم. اهم شيء بالنسبه للتعليم الفنلندي كيف ما قلنا انه تعليم يساير المهن اللي كتكون الموجوده حاليا، والمهن اللي غتكون في المستقبل. الفنلنديين كيهتموا بالريتم ديال كل طفل. كل طفل كيعتبروا انه طفل مختلف على الاخر، فكيمشيو بالنسبه للريتم ديالو. وفي والمنهجيه كثير مهمه لانه فيها دراسات وفيها تعمق في الميدان. الوغ اضافه الى حب المهنه لانه مهم كثير في هذا الميدان، الاساتذه اللي كيهتموا بالاطفال في الحضانه عندهم غيكون عندهم تدريب مع الفنلندوي، تدريب بالمغرب لانه فرقه من فنلندا جات قبل الشراكه دارت لهم تدريب، وهذا التدريب غادي يستمر خلال سنوات لان المنهجيه الفنلنديه منهجيه كتطور كل 5 سنوات وكتساير تطور في الميدان ديال التعليم. التعليم الاولي كيكون فيه نمو مهم كبير كيف ما شفتوا خلال اليوم المحاضره. خلال 3 شهور الاولى ديال الطفل 80% ديال التكوين ديالو كيكون في هذه الفتره، فكيكون تكوين الشخصيه وتكوين المعرفه وتكوين الاشياء اللي كتخلي الطفل انه كيندمج في مجتمع وكيندمج مع اطفال وكيكون من بعد التطور ديالو والنمو ديالو كيكون سهل. كنشوف الاطفال اللي كيدخلوا كيكونوا في التعليم الاولي التطور ديالهم كيكون مختلف على الاطفال اللي كيدخلوا وكيدرسوا من بعد، اللي كيلتحقوا بالمدارس من بعد. شخصيه الطفل كتكون في هذا في هذا في هذا في السن ما بين 3 شهور الى 5 سنوات. فالطفل كيكون الاساس كيكون في هذا السن. منين الطفل كيكون عنده اساس ناجح منفتح، اهم شيء الانفتاح، لانه الانفتاح مهم كيخلي الطفل عنده اولا كيعترف بالهويه ديالو كطفل في بلد وفي تقاليد وعادات، ولكن كيكون منفتح على العالم. كيخلي الطفل من بعد التعليم الاولي كيكون كيلتحق بالتعليم التعليم الاخر بكل سهوله، لانه كيكون طفل عنده خبره وعنده ثقافه باللغات وعنده شخصيه مكونه كتخلي ملي كيكون الطفل كيلعب وكيكتشف اشياء وكيتخيل كيكون عنده كل شيء موضوع في برنامج. ولكن الطفل ما كيحسش براسو بانه كيقرا بانه كيتعلم، كيحس براسو غير كيلعب، ولكن خلال هاد اللعب كيتعلم وكيخلق شخصية ديالو وارتباطات مع المجتمع ديالو ومع الاطفال اللي كيحيطوا معاه واللي كيلعبوا معاه. فكتكون عنده ليماجيناسيون ديالو متطوره، وكيكون عنده ثقه في النفس تري امبورطون. فهادو اشياء مهمه.